أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا بعد غيبة رجعنا، وآسف كثير للانقطاع الطويل هذا. طبعا بعد الغيبة هي ضيفنا الأول راح يكون الأخ نايف. الأخ نايف من سوريا، خلونا نرحب فيه بالبداية. أهلا وسهلا فيك أخي نايف. أهلا فيك أخي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا نايف. طبعا الأخ نايف كان معنا بحلقة سابقة، وبصراحة كان النت كثير تعيس، فكانت الحلقة شوي متعبة للمشاهدين، ونتمنى هالمرة هي تكون الحلقة النت يكون ممتاز وما يكون في مشكلة بالبث. على كل أخي نايف، موضوع انتشار الإلحاد، برأيك أنت ليش اخترت الموضوع هذا؟ يعني يا ريت تشرح لنا شو سبب اختيارك للموضوع. هلا بصراحة احنا السؤال هذا عم ينسأل كثير يعني بالفترة الأخيرة، صار ينسأل لفترة يعني ما ضل حدا إلا ما سأل إنه شو هي السرعة بانتشار الإلحاد أو ليش الإلحاد عم ينتشر بسرعة. هلا بصراحة هو عم ينتشر بسرعة لعدة أسباب. أول سبب عدم وجود الأدلة الكافية والحجج الكافية للظواهر الطبيعية الموجودة بالطبيعة. يعني عند الأديان ما أنه موجود تفسير علمي أو تفسير منطقي، خلينا نقول يقتنع فيه هذا الشخص يعني عم بيسمع هذا التفسير. هلا أوكي، هو بأول فترة هو صغير بيسمعه بصير يفكره حقيقة، بس يبلش يتعلم يعني ويفوت بمجال العلم شيء بسيط، ويفوت بمجال الجامعة ويصير يفكر ويطلع حواليه بيكتشف إنه كل التفسيرات اللي هو بيعرفها غلط. هلا في أسباب تانية كتير، هي في جهل من رجال الدين. يعني اي حدا شو ما كان مستوى ثقافته، او بالاحرى بس تكون مستوى ثقافته نازله، اسهل شغله يصير رجل دين، بيستلم الدين وبيمشي فيه. هلا قوي صح، هو بيشوه الدين، بس هو عمليا الدين مشوه اساسا. يعني هو بيجرب يرقع بس ما بيقدر يرقع. والحكي عن كل الاديان يعني ما متابع لدين معين. يعني طيب، يعني هلا واحد بقول لك ما الاسباب هي اللي انه الدين ما عنده اي دعائم، شيء موجود من زمان، وثقافة رجال الدين موجود من زمان، يعني من ازل التاريخ، بس ليش هلا الفترة هي يعني صار انتشار الالحاد سريع؟ يعني موجات الالحاد اللي عم تضرب العالم الاسلامي خصوصا يعني بشكل ملحوظ صار. هاي بالذات صارت بعد الاحداث اللي صارت بالشرق الاوسط او بالوطن العربي، خلينا نقول مثل احداث ليبيا، احداث سوريا، احداث اليمن، احداث العراق. يعني كل شيء في ناس كانت مآمنة انه في خالق، في رب، دعت له لا مجيب. يعني يا هو ما بيستطيع يساعد، يا اما هو ما له موجود. فالخيار الاسهل انه يتصدق انه ما انه موجود. يعني ليش انه ما يساعدني مثلا؟ اذا انا كل شيء طالبه مني عم نفذه، ليش انه ما يساعدني؟ فلا، هو ما انه موجود. يعني خيار بيتقبل العقل اكثر. يعني برأيك شو أهمية مثلا التواصل الاجتماعي، الإنترنت، الفيسبوك، اليوتيوب، يعني هلا السوشيال ميديا هي، برأيك يعني شو أهميتها بالنسبة لانتشار الإلحاد؟ هلا برامج التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت عملت عمل فظيع بالانتشار، مو بس الالحاد، بانتشار العلم والوعي والمستوى الثقافي عند الشعب. يعني اي شعب بتزيد مستوى ثقافته بيوصل لفكرة انه الدين غلط، بيوصل لفكرة انه رجال الدين عامل الدين مكاسب مادية مو اكثر، بيوصل لفكرة انه هني بس بدهم قطيع يتبعهم مشان ينفذوا غاياتهم ومقاصدهم. فهلق شبكات التواصل الاجتماعي عملت شلخ كبير بين الدين وبين المؤمنين. يعني صار يسمع كلمة من الشيخ أخي، يسمع مثل، يسمع حدا أجنبي أسلم، يسمع أي شيء من هدول، يروح يبحث ما يلاقي شيء. يعني يكتشف إنه هذا الشيخ عم يكذب علي. طب أنا إذا قدوتي كذاب، معناتها في سبب ليش عم يكذب. هو عم يخبي شيء، معناتها الدين اللي هو عم يروج له وعم بيقول انه ممتاز وعم بيقول انه كذا وطلع عم يكذب، معناتها هو عم يروج لشيء غلط او لشيء مو مزبوط، فبالتالي راح يصير عنده شك بالدين. طيب، خلينا نسأل سؤال كثير بيسألونا اياه المسلمين، يعني بيقول لك اذا الله موجود انا كسبان، يعني واذا الله مو موجود انت، يعني اذا الله مو موجود ماني خسران شيء، واذا موجود انا كسبان. انت كيف بترد على هالسؤال المطروح على طول من قبل المسلمين؟
هلا السؤال بالذات له اكثر من رد يعني، بس انا الرد بوجهة نظري انا كأنا يعني، لنفرض جدلا انه في خالق او الله موجود، انت يعني لا تتعدى احدا، لا تسرق، لا تقتل، لا تعمل اي شيء غير اخلاقي، يعني اذا كان هو فعلا موجود وهو عادل ورحيم مثل ما بيقولوا عنه، فهو يعني ما راح يجي يحاسبك بس لانك ما امنت فيه، لانه انت بالتالي عندك حججك انه انا ما امنت فيك لانك انت ما عندك ادله كافيه، ما بعثت ادله كافيه يعني. فالشيء طبيعي يعني ما راح يجي يحرقك بس لانك ما امنت فيه، علما بانك انت كنت حدا منيح يعني. لا تتعدى حدا، ببساطه يعني عيش حياتك طبيعي ضمن مجتمع اخلاقي يعني، كون خلوق بس. نايف، انت كنت انت بالمانيا على ما اعتقد، برايك هلا الشعب الالماني يعني بيقولوا لك انه هي دول مسيحيه، يعني يعتبر صنفوا من المسلمين طبعا، بس تصنيف العالم والدوله علمانيه وما لها علاقه باي دين، يعني ما مرتكزه على اي دين. برايك شو نسبه الالحاد الموجوده بالمانيا مثلا؟ انا عدد الالمان اللي خالطتهم واخذت وعطيت انا وياهم مو كتار يعني، بس نسبيا يعني فيك تقول يعني، انا ما بعرف يعني اذا النسبه صحيحه او لا يعني، بس في نسبه مقبوله يعني بتزيد عن 30 او 40% الحاد ملحدين، في ناس لا ادري كمان بيطلعون شي 20%، وفي الباقي يعني مسيحيه وشهود ويهوه يهود. شهود يهوه كثيرين بصراحة، ان بدقوا الباب على كل الناس، وبدأ أمس دقوا علي الباب وجايين يعرضوا علي ديانتون السامحة هاي كمان مثل ديانة المسلمين. بيد الحب. بالضبط بالضبط. طيب خلينا نسأل سؤال، الإلحاد شو جذوره؟ شو اللي يعني شو اللي خلى الإنسان يفكر بالإلحاد أصلاً؟ يعني ما من أزل الإنسان لما وعي على الدنيا طرح أسئلة وكانت الأجوبة يعني شبه جاهزة بالخرافة طبعاً، ليش انطرح فكرة الإلحاد؟ ليش انطرحت على الإنسان يعني برأيك؟ هلق الإنسان بالفطرة وبالطبيعة من وقت اللي بيخلق إنسان ملحد، وأكبر دليل على هذا الحكي في كتير أسئلة نحن كنا نسألها ونحن صغار وما نلاقي لها أجوبة يعني، وكانت الأجوبة كلها تجي من باب إنه حرام تسأل هذا السؤال وما بصير تسأل هذا السؤال وهذا السؤال غلط وفي عدل، وأكيد يعني الحكي هذا يعني كلنا ونحن صغار يعني نسأل ليش في واحد غني وفي واحد فقير، ليش في واحد طويل وواحد قصير، ليش هاد أحسن مني، ليش هاد أحلى مني، إلى آخره من الأسئلة هي يعني. فالإنسان بالفطرة بيخلق ملحد، البيئة اللي بيعيش فيها هي اللي بتلبسه الشغلات هاي، العادات والتقاليد والدين وإلى آخره من الحكي هذا يعني. بس اللي أكثر شيء مزعج بالموضوع إنه هو بيلبسه اللبس وما عاد بيطلع منه يعني، يعني هو بيآمن بفكرة إنه هو من بين 7 أو 8 مليار بني آدم خلق بالدين الصح صدفي، دينه هو الصح والباقي كله غلط، مع العلم إنه هذا الغلط يعني هذا الحكي غلط 100% يعني. ففكرة الإلحاد اللي خلاها تتوسع بالفترة الأخيرة أقول لك يعني عدم الثقة بخالق يعني، وقت ما أعداد هائلة من الناس عم تدعي لهذا الخالق وما عم بصير شيء، ما يعني يعني شيء طبيعي يصير عندهم شك أو عدم ثقة بوجود هذا الخالق. وتاني فكرة اللي هي أهم من الأولى، إنه في كتير ناس ما بتعرف شيء عن دينه يعني، ما بتعرف ولا أي شيء يعني، أكثر من شخص أنا قابلتهم بمنشورات بمجموعات على الفيسبوك، مجموعات إلحادية طبعا، قابلتهم يعني يسأل بس تعطيه آية مثلا من القرآن خلينا نقول نحكي عن الإسلام، بس تعطيه آية يطلع ما بيعرف عنه شيء يعني، ينسحب، عرفت كيف؟ فهو الفكرة إنه ما بيعرف يعني، ما بيعرف غير الحكي اللي بيحشوا له إياه شيوخ الدين براسه. برأيك جهل المسلمين بدينهم يعني شو أسبابه؟ شو أسباب إنه بيجيك اغلب الناس يعني بتجي شايله رايه الله اكبر وبده يدافع عن الاسلام وهو ما بيعرف شيء عن الاسلام يعني الا بعض القشور؟ هلا فكره الجهل هي بتروج له من هو صغير يعني، حتى اهله جاهلين بدينه يعني، يعني هلا الاشخاص الوحيدين اللي عارف الدين صح وحافظته صح هن المشايخ الكبار هدول المستفيدين، وما لهم مصلحه يعني يجوا يقولوا لك الدين غلط، انه انا عم بستفيد شغله عم بستفيد منه يعني، ليش مني اجي اقطعها او اقول لك ما بتسوى يعني،
لا بضل استفيد انا عادي يعني. الشيخ هاد بيتجوز اربعه بيعيش احسن عيشه، بيقضي حياته باوروبا وبلاد الغرب وبامريكا وباستراليا سياحه، اللي بده اياه بصير، وين ما راح هو المفضل يعني، بالجامعه هو المفضل، بالسوبر ماركت هو المفضل، الكل بيقول له اهلين وعلى عيني وراسي، ليش منه يخسر يعني كل هالقطيع بس يخبرهم الحقيقه؟ فاكيد لا ما راح يخبرهم الحقيقه، وبس يسالوهم اسئله محرجه بيكون طريقه الترقيع سخيفه لدرجه يعني. يعني انا اكثر من مره شفت طرق الترقيع اللي برقعوا فيها، يعني انا استحقر الناس اللي عم تتابعهم يعني، او اللي بتزقف لهم حتى يعني. طيب انا بس بدي اذكر اصدقائي المتابعين انه انا شوي تلخر راح افتح السكايب، وانا بتمنى من اصدقاء انه يسجلوا تعليقاتهم والاسئله تحت الفيديو، وما راح اطول حتى يعني افتح السكايب. بس بدي رد الاخ، اظن معروف الأخ معروف المجهول. الأخ يا جان اشتقنا لك وأنا اشتقت لك أكثر أخي معروف، شكرا لك. في الأخ خالد عم بيقول يسعد أوقاتكم مجهودكم رائع تشكرون علي. لا العفو، شكر لك لتواجدك معنا أخي خالد. في الأخ بصراحة أنا ماي 7 مودو ما بعرف كيف يعني ألفظها، في انتظاركم. شكرا لك أخي ماي ام 7 مودو. على كل طيب خلينا نروح على سؤال ثاني يا نايف. برأيك يعني هل الإلحاد ضرورة؟ يعني الإلحاد ضرورة خصوصي لعصرنا الحالي، شايفين نحن كل يعني الديانات شفناها على مر العصور، ولحد هالساعة هي ما في دين إجا وضع مثلا دستور كامل لدولة محترمة لدولة متقدمة، يعني ما ساهم في رقابة الإنسان نهائيا. هل برأيك الإلحاد صار ضرورة عصرية لعصرنا الحالي؟ انا برايي الشخصي اكيد يعني، وحتى يعني حتى براي اي شخص يعني بتاع، اعطيه شويه امثله يعني من الدول العلمانيه المتقدمه اللي ثلاث ارباع حكامها ملحدين لحاله يعني، بتلاقيه انه هيك سكت ما عاد عنده اي حجه يحكيك فيها. فمن رايي الشخصي انا انه ايه، الالحاد اجباري لانسانيه الانسان يعني. وقت بتشوف انت ناس بتفرح لانه صار تفجير بمنطقه طائفه معينه، وبتزعل لانه صار تفجير ثاني عند طائفتها، هذا يعني هذا بطل اسمه انسان اساسا، صار اسمه حيوان بيزعل على القطيع تبعه بس مش اكثر يعني. صار اسمه يعني ما بنلاقي تسميه مناسبه لهيك شخصيه. بس الالحاد ضروري للانسانيه يعني، بس بدك تكون انساني، تعامل الناس كلها نفس الشيء، تعامل الانسان باحترام طول ما هو محترم معك يعني، بغض النظر عن دينه عن لونه عن اي شيء ثاني يعني. فهو ضروره عصريه. طيب انت عم تقول ضرورة، كيف ممكن يساعد الانسان على رخاء الانسان، يساعد الالحاد على رخاء الانسان؟ يعني خلينا نقول هلا مثلا واحد امن وصار ملحد، كيف الالحاد يأثر على حياته اصلا يعني؟ تفضل. اخي نايف انت معنا؟ اظن الاخ نايف، يا ريت اذا عم يسمعنا يطلع ويرجع يدخل لانه الخط اظن علق. اصدقائي انا راح افتح السكايب وممكن مداخلاتكم، بس دقيقه واحده. انا راح افتح السكايب واتمنى مداخلاتكم طبعا، يا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم كمان على تحت الفيديو حتى نتناقش وتوصل الفكرة، نقدر نغطي الفكرة يعني نستفيد كلياتنا من الفكرة. طيب دقيقة. الأخ نايف، أخي نايف أنا بتمنى، طبعا بعت له رسالة على بعت له رسالة على الفيسبوك للأخ نايف. آسفين أصدقائي بصراحة ما بعرف حظي مع نايف ليش، هديك المرة كان صوتي أبطش، المرة الصوت اللي عم يروح. طيب أخي نايف
ما بعرف شو صار، شو المشكلة يعني. بس صار معك هيك مباشر طلع ورجع دخل يعني يا اخي نايف. هلا هيك ما انا سامعني؟ لا سامعك هيك تمام تمام، بس اذا صار معك شفت انقطع الخط اطلع من الخط ورجع دخل. اوكي تمام. بس لي سؤالك اخر شيء سمعته انا اذا واحد كان مؤمن والحق. لا انا كان سؤال يعني ان انت السؤال كان مطروح انه هو هل الحظ ضروره؟ انت قلت لي ضروره، فكان سؤالي الثاني انه طيب اذا الانسان مؤمن والحد شو اللي بيغير بحياته؟ ليش 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 يعني ضروره بتكون؟ يعني هل ساعد الالحاد في رخاء الانسان يعني مثلا بيساعد؟ بالنسبه لي اذا ساعد الالحاد برخاء الانسان يعني فيك تطلع كل الدول المتقدمه واللي هي اساسا قدمت شيء للبشريه، يعني حتى قدمت شيء للمؤمنين يعني اللي هم عم يستعملوها هلا. بتطلع بتلاقي انه كل الدول العلمانيه ما بتعترف ولا على اي ديانه وما لها علاقه بالديانات اساسا، بتعترف على شغله وحده اللي هي العلم، وبتدعم شغله وحده اللي أنا يعني أظن كمان الأخ نايف رجع الاتصال كتير سيء صار. بعتذر كتير أصدقائي، طبعا أنا فتحت سكايب أصدقائي، بتمنى إذا في أي مداخلات داخلوا معنا. آسف كتير على العطل هذا اللي عم بيصير معنا، يعني ما هو متوقع بصراحة. هو الأخ نايف حط خط جديد والمفروض يكون يعني من يعني يكون جيد وما يكون ما يعمل اي مشاكل. طيب في رساله او سؤال من سلوى اظن عم تقول مرحبا، ما هي التحديات التي تواجه سوريا والعراق في هذه المرحله؟ مع انه اختي سلوى انا ماني سياسي، ولكن يعني تحديات واضحه، تحديات واضحة يعني للأسف الشديد يعني ما بعرف شو بدنا نقول. يعني المشكلة اللي أنا شايفها أنه سوريا والعراق رايحة للتقسيم، إذا ما كانت تركيا معاهم، إيران معاهم، السعودية معاهم. طيب أخي نايف سيظهر عم بصير معنا مشاكل بس حتضغط أنت على شيء ما بعرف شو عم بصير عم بتسكر عندي. لا انا ما له علاقه الخط، يعني انا بضغط على طول اضغط ازرار، ف ضروره بطلع اليوتيوب حتى اجيب الاسئله او شيء من القبيل. طيب خلينا نرجع لسؤالنا بعدين الاخت سالي، وبعدين انا اكيد انا راح نجاوب على السؤال هذا. كمل تفضل تفضل. فكل الدول العلمانية هاي ما بتعترف على شيء اسمه أديان يعني أو خرافات أو شيء من هذا القبيل، يعني هي بتعترف وبتدعم العلم بس. فهلا فيك تجي للدول اللي مؤمنة خلينا نقول بدين محدد بغض النظر شو هو هذا الدين يعني، وتشوف مستوى الرجعية والتخلف والجهل الموجود عندهم، يعني حتى لدرجة إنه حتى المدارس عندهم بتعلمك شغلات سخيفة لدرجة، يعني بدل ما يعلموك شيء عن التطور والداروينيات بيعلموا قصة الخلق اللي هي سخيفة لدرجة حتى الطفل ما عاد يتقبلها بالوقت الحالي بعد تطور الشبكات التواصل الاجتماعي وحداثة الانترنت. الطفل ما عاد بيقدر يتقبل فكرة انه قصة الخلق او قصة انه في خالق خلق كل شيء واجا من صدفة. فهلق الالحاد ضروري لانه بيخلي الواحد يفكر بمنطق بعقل، يعني بيطلع الطفل من هو صغير بيطلع اخي عنده منطق بحياته، ما عنده علاقة اللي هي خلينا نقول الله بيعلق عليها كل شيء، اي شيء سيء اي شيء جيد بيعلقه على الله، اي شيء بده اياه بيطلبه من هذا الخالق الخرافي، لا بيعمل بيشتغل بيساوي شيء ليحصل على مقابل. أكيد أكيد. طيب برأيك يعني التعليم المدرسي هو الأساس يعني اللي عم يعني بيجهل الناس هاي، ولا الثقافة الاجتماعية الموجودة عند الناس؟ يعني لما الطفل بالعائلة نفسه هو اللي يعني تتكون شخصيته بالعائلة، يعني العائلة هي اللي عم تأثر عليه.
هلا طبعا الاهل بتلعب دور، والمدرسه بتلعب دور، والمجتمع بيلعب دور، والبيئه يعني والرفق بيلعب دور. يعني هلا وقت ما هو بعائلته بيسال اسئله بعائلته ما إلى جواب مقنع، او إلى جواب خلينا نقول نفس الجواب اللي بياخده من المدرسه، فشيء طبيعي يعني هذا الطفل يطلع راسه معبى بهي الخرافات والاشياء الفاضيه يعني. فشي طبيعي المدرسة بتأثر، هي أساسا يعني المدرسة مأثرة على عائلته قبل ما تأثر عليه. يعني رجع بالتاريخ لورا من الأساس، يعني المناهج الدراسية عندنا يعني كلها من هذا القبيل. يعني ما بعرف هي الحكام مستفيدين من الموضوع، هي شو الوضع، ليش هيك بدرسوا العالم أساسا، ما بعرف. يعني أنا في إلي رفيقة كانت بالسعودية، وجهة تحية، ما بعرف إذا بتحب أذكر اسمها أو لا، فما راح أذكره أنا. حكيت أنا وياها يعني، وهي خبرتني، قال بالسعودية في ناس قبل ثورة الإنترنت ما كانت تعرف إنه حتى في ناس غير مسلمين، أو إنه حتى في ناس ما بيؤمنوا بالله أو أي شيء من هذا القبيل، كانوا مفكرين العالم كله مثل السعودية. فطبعا بيلعب دور الموضوع. أكيد هو يعني أنا لاحظ، يعني شفت ناس بمدينة حلب كان يقول من خرج من مدينة حلب ماتم إسلام، يعني خارج أسوار مدينة حلب ما في إسلام. يعني جد بجد كان في ناس لهالدرجة تفكيرها. يعني طيب أنا بدي نروح على سؤال بصراحة، يعني هو كتير مهم. مين نحن؟ مين نحن كبشر؟ برأيك أنت نايف مين نحن؟ تفضل. نحن المخلوقات الأكثر حظا من كل شيء في مخلوقات موجودة على الكرة الأرضية. نحن مخلوقات أكثر حظا لأنه تطورنا بطريقة محددة أو معينة عبر ملايين أو مليارات السنين ووصلنا اللي نحن فيه هلا. فهلا يجي حدا يسأل مين نحن أو ليش نحن هون، نحن ببساطة هون لأنه نحن قدرنا نتغلب على الطبيعة اللي هي ما بتسأل عن حدا، اللي هي أقوى مني ومنك. نحن هون لأنه في 4 طاقات أساسية موجودة بالحياة هي سبب وجودنا، ما إلنا قدرة تغييرها لأنه هي أوجدتنا مو نحن أوجدناها. يعني هي مو كهرباء، طاقة كهرباء خلينا نقول لما تفصلها أو تشغلها، هي طاقات موجودة من الأزل، يعني من أول ما صار الانفجار العظيم وصار الكون، واللي هن مشان اللي ما بيعرفهم طبعا ما راح أحكي عنهم كثير، بس راح أعدهم في فوت يسأل عنهم. القوة القوية والقوة الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية والقوة الجاذبية، هدول القوة نحن ما لنا خيار تغييرهم، هدول القوة هن كانوا سبب وجودنا بالحياة. بس بصراحة أنا ما فهمت شو هي القوة الضعيفة والقوة القوية. يعني أنا هلا قلني هيك أسمائهم، يعني اي حدا بيقدر يبحث عنه لانه موضوع الشرح عنه راح ياخذ وقت كتير وما انه ملايم بالحلقه هاي. بس إذا تعطينا لمحة بس شو هن، بس هيك فكرة يعني آخذ. ايه هلا القوه القويه والقوه الضعيفه هن قوه موجوده يعني من اول ما تشكلت الكره الارضيه خلينا نقول، وهن قوه الطبيعه، يعني هن عوامل الطبيعه اللي ما حدا بيقدر يغير فيهم اي شيء، يعني هن بيتحكموا بكل شيء تقريبا بالطبيعه. بصراحة لحد هلا ما فهمت شو هن. قوة ميتافيزيقية. على في ناس تسميه الله، خلينا نقول يعني شو نايف، يعني رجعت مؤمن انت ولا؟ لا 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 لا، القوة هدول في طريقة لحسابهم ومثبتين علميا وموجودين، مو مثل الله ما في عليهم اي دليل. طيب شو هن اذا مثبتين علميا، شو هن؟ انا ما بصراحة ما فهمت شيء منك. يعني هاي القوة القوية القوة الضعيفة اول مرة بسمع فيها بصراحة. يعني هلق في 4 قوى هن موجودين، انت اكيد سمع عن القوة الجاذبية. اكيد جد. إلك قدرة تغييرها او بالتحكم فيها باي شكل من الاشكال. اكيد لا. طيب القوة هذول مثل القوة الجاذبية، هم عبارة عن قوانين فيزيائية بتحكموا بالحياة بشكل عام. طب شوف انه يعني قال لي يعني الله يعني ما بعرف هلا ما بعرف كيف بدي اشرح لك اياه، انا فهمانه بس ما بعرف كيف بدي اوصل لك الفكره. يعني الجاذبية معروفة. يعني هل قصدك مثلا المادة المعتمة والطاقة المعتمة، يعني قصدك لا كذا؟ لا 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 لا، هلا فيك يعني فيك تقول القوة النووية مثلا، شو هي؟ القوة النووية موجودة، مو شايفينها، بنعرف شو قوتها شو، بس انت القوة القوية هيك اسمها. طيب انا شو اسوي؟ ما اسمها بس شو هي، يعني فهمني. هلا مثلا اذا قلت لك قوة نووية بعرف في ضرب
قنبله نوويه ممكن افرجيك. الجاذبيه بقول لك بشلف لك مثلا كاسه من اعلى البنايه بتنزل لتحت، بعرف هي الجاذبيه، بس هي القوه القويه شو طبيعتها؟ بس بدي افهم شو طبيعتها، يعني شو عملها. هلا صدقا ما بعرف يعني كيف بدي اوصل لك الفكره يعني. خليني اقول لك مثلا، ما بعرف كيف بدي اوصل لك الفكره. معناتها خليه ولا يهمك ولا يهمك. على كل يعني كنا بالالحاد. هلا الشخص الملحد، الشخص الملحد برايك، هلا المؤمنين بيقولوا لك انه الشخص الملحد هو مريض نفسيا، ليش؟ مين المريض نفسيا برايك؟ مين، المؤمن ولا الملحد؟ وشو الاسباب برايك يعني؟ تفضل. هلا ممكن تلاقي ملحد مريض نفسيا، وممكن تلاقي مؤمن مريض نفسيا، وهي ما لها علاقه اساسا بالمرض النفسي يعني. يعني المرض النفسي ما هو مرض يعني، ما دخل يعني، بالنهايه انسان ممكن يصيب اي انسان يعني. واغلبيه المؤمنين للاسف مرضى نفسيين يعني. هلا ليش هم مرضى نفسيين؟ السبب الرئيسي ما بعرف يعني، بس في روابط مشتركه بينهم كلهم، خلينا نقول اللي هي الايمان، الدفاع عن افكار ما بيعرفوا عنها شيء، المورثات العائليه، العادات والتقاليد اللي بتمسكوا فيها بشكل مو طبيعي من غير ما يكون في ولا اي سبب، بس لانه هم ورثانين وراثي. والملحد يعني، الملحد برايك سعيد بحياته يعني؟ هلا كمان سعيدين بحياتهم، بس الأغلبية يعني ما في فرق، هو إنسان بالنهاية يعني، مثل ما أي مؤمن ممكن يكون سعيد بحياته مع أنه بشكل الموضوع، ملحد فيه يسعد حاله يعني، فيه يكون سعيد بحياته يعني، ما له علاقة إنك تكون مؤمن لتكون سعيد أو تكون ملحد لتكون سعيد. طب كيف بتقارن الحياة النفسية خلينا نقول بين المؤمن والملحد؟ تفضل. هلا المؤمن بضل عنده دائما خوف وشكوك والى اخره، انه انا هيك بفوت على الجنه، هيك ما بفوت، هي راح يحاسبني عليها، هي ما راح اتحاسب عليها، هيك بصير هيك ما بصير. طيب اظن الاخ نايف كمان الخط انقطع معه. اخي نايف يا ريت ترجع تطلع وترجع تدخل. خلونا نشوف الاسئله بعد ما برجع للاخت سلوى. اسف كثير على النت يعني، انا ما كنت متوقع يرجع يصير هيك بصراحه. هو الاخ كي اف عم بيقول يمكن قصده دارك ماتر. هو لا، انا قلت له دارك ماتر الماده المعتمه، على ما قصده دارك ماتر، بس بصراحه لحد هلا انا ما فهمت شو قصده. الأخ خالد عم بيقول إنسان بطبيعته لا يتقبل الفشل بسهولة، وخاصة العربي، وبالتالي لا يستطيع استيعاب فكرة أن الدين خاطئ، ويحاول بشتى الطرق إقناع نفسه والآخرين أنه على صواب. بكل تأكيد أخي خالد كلامك صح 100% يعني. طيب عم بقول المعروف المجهول أخي، ممكن عنوان سكايب. أنا آسف، صح كان لازم أحط عنوان سكايب، ومنيح ذكرتني يعني، هو سكايب jan.burro2. يا ريت، أنا آسف كثير. إذا بتروح على أي حلقة، الحلقة الماضية موجود تحت الفيديو، يا ريت إذا بتقدر تروح على الحلقة الماضية تحت الفيديو موجود السكايب، وأنا آسف كثير نسيان أحطه بصراحة، لأنه هي أول حلقة وأنا شوي دخلت هيك، وكانت حلقة مفاجأة يعني. الأخ نايف قبل ساعتين قال لي اذا بنقدر نسوي الحلقه اليوم، هو المفروض كان نعمل الحلقه ما بعد يوم الثلاثاء اظن، ولكن كان صار عنده شغل فاضطرينا نعمل الحلقه هي بدون اي دعايه حتى. واسفين كثير اصدقائي على عدم الانكونفينينس. طيب الاخ نايف معنا. اخي نايف المهم خلينا نرجع على انتشار الإلحاد. برأيك كيف عم ينتشر الإلحاد؟ أخي نايف أنت معنا؟ الأخ نايف رجع طلع. طيب آسفين كثير أصدقائي، بيظهر حظي شوي ما هو جيد مع الأخ نايف في النت. الأخ سلوى عم تقول كيف يرى مستقبل سوريا بعد الحرب؟ يعني
هذا ناقص سجل. طيب طيب خلينا نروح على اسئله الاصدقاء نايف. يلا على كل تفضل. بحتاج شيء بس في فكره صغيره بدي كملها بس مشان انه المؤمن او الملحد ايام انه بيكون سعيد اكثر. هلق انت يعني كاي شخص طبيعي، خلينا نقول لا مؤمن ولا ملحد، لا ادري، اذا انت عندك شيء مجهول ما بتعرف عنه شيء وممكن يكون حسابه شيء منيح بالنسبة لك وممكن يكون شيء سيء بالنسبة لك، انت بتكون مرتاح نفسيا؟ اكيد لا. بس اذا انت عرفان انه ما بعد الموت ما في شيء ومتأكد من المعلومة هاي، فانت راح تكون مرتاح نفسيا. فانا بوجهة نظري لا، الملحد بيكون مرتاح نفسيا اكثر. اكيد هو يعني المؤمن، انا في رايي الشخصي المؤمن دائما في حاله تانيب ضمير او الشعور بالذنب، يعني اذا تاخر 5 دقائق عن الصلاه بتلاقي شعور بالذنب، غير الصلاه، شيل الصلاه والعباده على طرف، على طول في عنده الهاجس انه راح ربه ما راضيان يعني عنه، على طول بده يعطي يعني مثل ما بقولوا جهد زياده حتى يرضي الكائن الخرافي هذا. الخوف من المجهول بيعمل قلق نفسي. صحيح صحيح. طيب خلينا نايف نشوف بعض الأسئلة من الأصدقاء. في سلوى عم بتقول كيف يرى مستقبل سوريا بعد الحرب؟ تفضل. هلا مستقبل سوريا بعد الحرب، لو انها حددت شو الجهة اللي راح تنتصر، يعني حسب الجهة راح تنتصر. في حال انتصرت جهة علمانية راح تكون سوريا بلد كتير كتير منيحة بعد الحرب، بعشرين سنة راح تكون دولة بتضاهي أوروبا. بس إذا انتصرت جهة من الجهات الدينية راح تكون أسوأ من السعودية وأفغانستان. ليش؟ وين الجهة العلمانية يعني برأيك؟ هلا لحد الآن ما ظهرت ولا أي جهة علمانية غير جهة واحدة كانت في بداية الثورة ورجعت، صار في عليها كثير مشاكل من النظام ومن الجهات المسلحة ومن كل الأطراف يعني. فبتوقع بعد يعني بعد في ناس بتطلع يعني، بس يصير في شيء جدي. وأنا ما أعتقد يعني خصوصا على وضعنا الحالي في أي جهة علمانية بصراحة، يعني هو بس أكيد في ناس هتستنى يصير شيء يعني ما أظن. في الأخ سلوى عم تقول القوة الذكية، شو هي القوة الذكية؟ يعني أنا ما فهمت بصراحة. طيب عم تقول ما هي التحديات التي تواجه سوريا والعراق في هذه المرحلة؟ هلا في كثير تحديات، يعني اكثر تحديات هي عدم رضا الشعب على النظام ولا اي طرف من الميليشيات المسلحه الموجوده. تحديات عدم الامان، يعني المواطن ما بيحس بامان، تحديات الغلاء وسوء المعيشه، يعني في العديد من التحديات يعني. برايك التحديات الكبرى، خلينا نحكي التحديات الكبرى، يعني الشغلات كسورية كوحدة الشعب السوري مثلا، وحدة الشعب العراقي، يعني شو هي التحديات اللي ممكن يواجهوها غير الأشياء الحياتية اليومية؟ يعني كسوريا هل برأيك راح تتقسم، راح تتم على حالة، بدها تصير فدرالية، يعني هي والعراق، يعني برأيك كيف لوين رايحة البوصلة؟ تفضل. هلا لوين رايحه ما عندي جواب يعني لهذا الموضوع بالذات، يعني انه موضوع عم بتحكم فيه قوى اقوى مني ومنك، يعني قوى دوليه عم بتحكم بالموضوع عم بتخطط كيفها. بس على الاغلب راح يصير في تقسيم يعني، او باقل تقدير راح يصير في فرص طوائف. اكيد انا برايي وبرايي مالي في ما في غير التقسيم، يعني هو ان شئنا وان ابينا ومو سوريا واحده راح تتقسم، يعني الدور جاي على تركيا، على ايران، على السعوديه، وكلهم انا بعتقد تركيا وايران والسعوديه راح يكون في حرب اهليه يعني في المستقبل. وانا ما بتمنى بصراحه، ولكن هي القراءه يعني ممكن يعني نشوفها بس. طيب في الاخ خالد عم بيقول الانسان بطبيعته لا يتقبل الفشل. قريته هاي. إنشاء الذرة هي القوة النووية. طيب
في إبراهيم عم بيقول الحل الوحيد لإتمام السلام في الشرق الأوسط هو الإلحاد كل العرب من كل الأديان، كل كل العرب من كل الأديان بكل تأكيد، يعني أنا أوافق. طب خلينا نرجع لموضوع الإلحاد، يعني كنت عم بسألك أنا كيف عم ينتشر الإلحاد؟ إذا أعطينا مثلا، خلينا نقول واحد اثنين ثلاثة أسباب انتشار الإلحاد، شو أسباب انتشار الإلحاد برأيك؟ تفضل. هلا اهم اسباب انتشار الالحاد هي العلم، العلم والتطور. يعني انا صرت قايلها كثير وهلا برجع بقولها، يعني يكفي الالحاد فخرا انه عم ينتشر بالعلم والمنطق، مو بالسيف وتقطيع الروس وتقطيع الاشلاء، يعني مثل ما انتشرت باقي الديانات. وشبكات التواصل الاجتماعي عم تلعب كثير دور يعني بالموضوع، يعني موضوع انتشار الالحاد. قلت لك يعني عم يفوت واحد ما بيعرف عن دينه ولا اي شيء، يعني عم يفوت يدافع، بيعرف بس انه الاسلام دين سلام، الحكي هذا الفاضي، بيفوت بيتفاجئ يعني بس تقول له انه في اخي طيب في ايات قتل، خلينا نقول بدينا، بقول لك لا اعطيني اياهم، تعطيه اياهم يعني يا بينسحب يا بيجرب يرقع التلقيع الموجود طبعا عند شيوخ الدين يعني، واخر شيء يا بيضطر يعترف ويقول لك انا هيك مبسوط ومعجبني، مع العلم انه راح يصير عنده شك جواته وهو راح يصير يبحث وبالنتيجه راح يصير ملحد، يا اما بيقول لك انا اقتنعت بس عندي كم سؤال اعطيني اجوبتهم، اذا ما في خالق كيف صار الكون؟ نحن كيف وصلنا لهون؟ نحن ليش موجودين هون؟ الحكي هذا. أنا ماني سامعك أستاذ جان. آسف. في جتني رسالة على سكايب من أحمد، عم بيقول أحمد البحيري صديقنا التونسي، عم بيقول لماذا ينتشر الإلحاد؟ عدة عوامل، منها موضة، منها الحرب، وفي المنطقة العربية ككل حاليا تحت الحرب. أكيد ما ننسى الوعي اللي بلش ينتشر بعد الانفتاح العالم الخارجي وخاصة عن طريق النت ومواقع التواصل الاجتماعي. بكل تأكيد أنا أؤيدك أخي أحمد، يعني الموضة يا شباب، أنا بصراحة اللي بيقول لك موضة الإلحاد موضة، صدقوني ما في شيء اسمه الإلحاد موضة، يعني هاي المتدينين والمؤمنين هن اللي بيطالع بيقول لك الإلحاد في ناس تطلع موضة، يعني ما في إنسان، خصوصا مسألة الدين، مسألة الدين ما هي مسألة سهلة، ما هي مسألة لعبة عند الناس، خصوصا مجتمعاتنا. يعني الدين كتير، حتى اللي بتلاقي إنسان لا بيصلي لا بيصوم وبيشرب وكل هاي الشغلات هاي، ولكن في ضميره دائما خايف من الله. فمسألة إنه يلحد كموضة صدقوني صعبة جدا، يعني على أي إنسان، حتى مثل ما قلنا اللي لا يعني لا يصلي وتارك كل فرائض الدين، يعني بيتم عنده هالهاجس هذا الخوف من الله، انه يعني تجي تحكي معه اي كلمة بيطلع بصير داعش مباشر. يعني فما اظن يعني مسألة موضة، انا برأيي الاهم سبب هو في انتشار الالحاد هو العملية التطورية في التكنولوجيا. يعني اليوم الدين موجود من الاف السنين، يعني من 10,000 سنة في شيء اسمه دين منظم، في شيء اسمه فكرة إله، حتى تجي على حتى وصلنا للإسلام، يعني آخر الأديان مثل ما بقولوا، وفي شهود يهوى آخر الأديان، في سعدين عم تنولد. ولكن يعني انتشار الإلحاد من القرن العشرين خصوصا، والله بالقرن الواحد وعشرين، هو سبب التكنولوجيا، لأنه الإنسان عم يجيب المعلومة كتير سهلة، والدين ما قدم شيء صحيح يعني. فالإنسان بطبيعته بيلحق الشيء الصحيح، في عنده عقل يفكر بيلحق الشيء الصحيح. فلما جوجل مثلا، عندنا جوجل عم يعطيك المعلومة بكل سهولة، فأظن السبب الإلحاد هذا وسبب انتشار الإلحاد انه سرعة العلم، سرعة التكنولوجيا. وشو رأيك انت اخي نايف؟ هلق شيء اكيد سرعه التكنولوجيا بتلعب دور، وشيء اكيد الاجرام اللي عم تعمله الاديان يعني، واللي عملته واللي راح تضل تعمله طول ما هي موجوده، يعني هذا اكثر شيء مسبب وبيلعب دور. واهم فكره، اهم فكره هي يعني قلت لك الشك او الخلل او خيبه الامل بهذا الخالق اللي ما عم يسمع لحدا وما عم يرد لحدا. يعني انت تريد وانا اريد والطبيعه تفعل ما تريد، يعني
على كل على كل خلينا نشوف اذا في اي اسئله جايتنا جديده من على اليوتيوب. أظن هي نفس الاسئله على كل حال، ما في اي اسئله. طيب خلينا نروح على سؤال ثاني، برايك ليش المؤمن لا يتقبل نظر التطور؟ هلا بالفكره الاولى ما بتقبلها لانه بتعارض مع دينه، بالفكره الثانيه لانه ما بيعرفها اساسا هي عباره عن شو، هو بيعرف الكلمتين اللي سمعهم من الشيخ انه التطور بيقول انه الانسان كان قرد وصار انسان هيك فجاه بالصدفه. فهو يعني لحد الان انا ما شفت ولا متدين فات حكى عن التطور الا ما قال انتم اصلكم قرود والحكي الفاضي هذا يعني، وقال لك انه نظريه التطور غلط. طيب شو بتعرف عنها؟ ما بعرف شيء بس غلط. طيب ايه كيف عرفت انه اخي هي نظريه؟ طيب ايه بس نظريه بالعلم يعني اثباتات وعليها اثباتات وهي شيء مثبت علميا وهي اقوى الحقائق اللي توصلها العلم لحد الان. ما بيفهموا الحكي هذا، بيفهم انه غلط وبس. ليش غلط الشيخ يقال له؟ طب كيف ممكن نصل لعقل هالانسان هذا ونأثر فيه يعني؟ برأيك شو هي العوامل ممكن نستعملها؟ شو هي الأسباب ممكن نستعملها إنه نأثر بعقل هالإنسان هذا؟ يا أخي صح الشيخ هيك قال لك، ولكن في شيء حقيقة تانية، في ناس وصلت للقمر، وصلت للمريخ من وراء النظريات هاي. الصدمة هي العامل الوحيد اللي بيأثر بهيك شخصيات، الشخصيات المتزمتة اللي مركبة راسها مثل ما بيقول الشيخ وماشي فيه وعم جاهد فيسبوكيا وإلكترونيا، هاي ما بينفع معها غير أسلوب واحد الصدمة، ومو دائما بينفع أحيانا يعني. بس هو خلينا نقول يحضر فيديو أو يقرأ منشور من غير ما حدا يعرف إنه هو حضره أو قرأ، بينصدم بينه وبين حاله، بيكبر نسبة الشك عنده بالوقت هذا، بصير بيبحث عن جد وبيدور عن جد. خلينا نروح على موضوع الصدمة. يعني في كتير أصدقاء يعني بيعاتبوا علينا أنه أنتوا صداميين، برأيك يعني أسلوب الصدامي هذا يعني شاد تعطيه نسبة أنه جيد نستعمله؟ خلينا نقول شاد النسبة بالمية. تفضل. 70% ممكن نستعمل الصدمة. هي الصدمة 70% بجيب نتيجة، بتجيب نتيجة، وهي أفضل من الطريقة العقلانية مثل ما بقول. يعني ما بعرف كيف أسميها، عقلانية ولا غير عقلانية، يعني اللي بيحاول مثل القوة الناعمة خلينا نقول نسميها، إنه ياخذهم بدلال. المشكلة أنا برأيي أنا الشخصي إنه ناخذهم بدلال. كيف يعني شخص شايل عليك السيف ويا أما يذبحك أو يدخل يشتمك، ما بيعرف غير الشتائم، مفكر حاله يعني ما حدا بقدر برده. ف يعني اظن 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 الصدمه هي مهمه جدا. هلا قيل لحد الان اكثر الطرق الفعاله يعني اكثر شيء بيجيب نتيجه، يعني اكثر شيء بتصير الصدمه. بقول لك بس يحضر فيديو يتفاجأ بشغله هو بحياته مو سمعان عنه شيء، يتفاجأ انه ليك طلعت هيك وانا كانوا عم يقولوا لي انه غلط. يا اما بفوت بيحضر له شيء مناظره او شيء منشور، مع العلم انه قليله جدا يعني بين رجال الدين والملحدين المثقفين، عم بتصير قليله جدا يعني، لانه رجال الدين دائما عم تنسحب، واكيد عم بتصير معك يعني. يعني جرب اعرض على اي متدين يطلع بيرفض، يعني بيرفض يدافع، ما بعرف ليش. لأنهم ما عندهم شيء يقولوه، يعني هن بصراحة ما عندهم شيء يقولوه. طيب نايف أنا بدي أرجع لك، أنت بصراحة نحن سوينا الحلقة الأولى معك وكان الصوت كثير تعيس، ويعني للأسف وكان متعب شوي، بس هلا صار عنا شوية مشاكل، ولكن مشاكل أخف بكثير طفيفي. أخف بكثير من الحلقة الأولى. أنت عندك قناة يوتيوب؟ إيه. وعم تساوي هالفيديوهات، شو السبب الرئيسي اللي خلاك تفكر تساوي قناة يوتيوب وتساوي فيديوهات؟ تفضل. هلا بعد ما قريت شوي عن الصدمة ولقيت انه الصدمة هي اكثر اسلوب بجيب نتيجة عند المؤمنين خلينا نقول، يعني طلعت ما في يعني اسرع طريقه للصدمه هي الفيديو، لانه هو ما بينصدم غير بس يعرف انه ما حدا عرف انه هو حضر هذا الفيديو او انه هو شاف هاي المناظره. يعني هلا مناظره بيكون هو عم يناظر فيها راح يضل متزمت بافكاره وثابت عليها، بس مناظره بيقراها قراءه من غير ما يتدخل ابدا، هو لحاله بصير عنده شكوك
انه ايه صح، هاد حكى حكي منطقي، هاد حكي مو منطقي، بغض النظر كان الملحد حكي منطقي او المؤمن. يعني هو يعني حتى احيانا الملحدين بتصيبهم صدمه بس يحضروا مناظره يكون الجهه القويه فيها او الدلائل الاقوى فيها هي دلائل المؤمنين يعني. فاكتشفت انه الصدمه هي الطريقه الوحيده بتجيب نتيجه، وفكرت اعمل الموضوع وعملت وجاب نتيجه، يعني عم جيب نتيجه حلوه. طيب لو تحكي لنا عن طبيعة الفيديوهات اللي عم تساويها، شو الأفكار اللي عم تطرحها، شو الطريقة اللي عم تتبعها، غير يعني غير الصدمة هي، يعني غير الأسلوب، يعني شو الأفكار اللي عم تطرح فيها، شو كيف عم تعالج الأفكار هي؟ تفضل. هلا اغلب الافكار اللي عم تنطرح يعني هي افكار شائعه وافكار يعني الناس ماخذه عنها فكره غلط. يعني مثل اقرب مثال فيديو الخنزير مثلا، الناس كلها بتعرف انه الخنزير حرام وما بصير اخي وبيضر، واثبت الدراسات والحكي الفاضي هذا يعني. علما بانه ما في ولا اي دراسه طلعت انه لحم الخنزير في ولا اي كلمه من اللي بيقولوها الشيوخ الدين والناس المتدينه، وعلما بانه ولا واحد من المتدينين هذول جرب يشوف دراسه من الدراسات، يعني هو سمعها من الشيخ ومشي فيها انه صح وخلص يعني. ففيديو مثل فيديو الخنزير جاب تفاعل كتير، وحتى جاب شتائم كتير، وجاب رسائل واستفسارات كتير يعني، وحتى رشيت حطيت مصادر انا من الناس تفوت تشوفها. يعني اللي عم بصير انه الناس بس عم تبحث عن شغله باللغه العربيه، عم بصير في كم من التدنيس الهائل للمعلومات من غير اي مصادر موثوقه. يعني بتفوت اي سؤال بتساله بتطلع لك جهه اسلاميه مجاوبه على السؤال بطريقه مفبركه، مفوتي القصه ببعضها مشان القارئ يضيع، وما في ولا اي اثبات. يعني بتساله عن مصدر بيطلع المصدر صفحه اسلام كوم مثلا او اسلام ويب. فهي المشكله كانت يعني. فعملنا حلقه عن الخنزير وفؤاد الخنزير، وهو مثله ومثل غيره، وتفاعل منيح يعني. وحتى في كثير ناس يعني فاتت قالت انا تفاجات بالمعلومات، انا ما كان عندي هي الفكره، انا من اليوم راح اصير اخذ خنزير. طيب على كل حال في عنا سؤال من الحياة، حب الحياة هي الحب، الحب عم بيقول أو عم بتقول لماذا تقول كلمة، لماذا لا تقول كلمة تنوير بدل الإلحاد لعلها أكثر انتشارا؟ شو رأيك أنت؟ هلا كلمة تنوير بتجي بأكثر من معنى، يعني بتجي بتنوير إلحادي، بتجي بتنوير ديني، بتجي بكثير شغلات، بس الإلحاد واضحة يعني وصريحة إنه إيه أنا ملحد يعني. طيب في عندي رسالة من الأخ أحمد بحيري عم بيقول: عزيزي جان، بخصوص مواجهة المؤمنين مجرد رأي، أنا بشوف لازم يكون خارجي وداخلي. خارجي أسلوب الصدمة والأساليب المعتمدة حاليا، أما الداخلي هذا بياخذ وقت، بس بتشوف لازم نشتغل عليه كمان، زرع أشخاص مثقفين وأعين بالمجتمع المتدين والتقرب من الأشخاص واحد ثقتين، وبعد أخذ الثقة يعني تأخذ ثقتين، وبعد أخذ الثقة بلش الشغل بهدوء كامل. أسلوب صعب وخطير، بياخذ وقت بس مفيد، وخاصة مع الأطفال طبعا أكيد. شو رأيك أنت برأي الأخ أحمد؟ والله رأيه من غير مثل ما بيقولوا يعني، رأيه حلو كتير، بس مثل ما قال هو خطر جدا يعني، خصوصا يعني بالبيئة الدينية. يعني هو بصراحة الرأي يعني المشكلة كيف المشكلة؟ هلا نحن كان بإمكاننا واحد ينزل يحكي، يعني هو معه حق يعني، لازم مثلا شباب الملحدين الموجودين بالشرق الاوسط بين مجتمعات متدينه ما بقدروا يظهروا انه هن ملحدين، يعني مثل ما بقولوا عن طريق الكلام المنمق غير مباشر يعني ممكن يجيب نتيجه يخلي الانسان يفكر، هذا شيء بالتاكيد. بس نحن كوضع، نحن مثلا نقدر نطلع على اليوتيوب، نقدر نحكي، نقدر. فأنا أعتقد هو أسلوب الصدمة أهم شيء يعني بهالموضوع هذا. فهي هذا رأيي. في الأخ سموكر عم بيقول: لا، لكي تتطور الدول العربية يجب على الملحدين أن يحكموا بالقوة ويضطرون بلادهم رغما عن المتخلفين الراجعين المعارضين لحقوق الإنسان والعلمانية.
شو رأيك؟ هلق ما هاي النتيجة ما بتجيب، هاي الحل ما بيجيب نتيجة، مع احترامي للأخ اللي عم بيحكي، لأنه يعني في تجربة قديمة على الموضوع هذا اللي هي الاتحاد السوفيتي، حكموا بالقوة وما جابت نتيجة. يعني ليش برأيك يعني ما شو السبب؟ هلق هي تجربة الاتحاد السوفيتي ليش ما جابت نتيجة؟ لأنه كانت لمصالح شخصية، يعني مثلها مثل أي دين تاني كانت، يعني صح كانت اشتراكية وإلحاد وعدم إيمان وكذا، بس كان في من وراها مصالح شخصية ومصالح دولية، خلينا نقول صح هي عملت شيء للبلد بس دمرت الشعب يعني بالوقت اللي كانت فيه. هو ان احنا ما بنقدر ناخذ الاتحاد السوفيتي من القياس. يعني انا برايي الاتحاد السوفيتي ليس مقياسا، يعني الاتحاد السوفيتي أكيد نحن هلا مثلا، يعني يا ريت يطلع لنا مثلا دكتاتور طفره، بما انه ما بنقدر غير يكون عندنا دكتاتوريات، ولكن للاسف الشديد يعني الطبيعي من هيك مجتمع انه ما يطلع دكتاتور طفره، لانه مستحيل تنولد الطفره هاي من شعب متخلف يعني. للاسف ايه، بس حتى اذا طلع يعني عندك، انت عندك اكثر من 20 دوله راح تحاربه، يعني لا تنسى انه بالشرق الاوسط كل دول متدينه يعني. ومو بس يعني الدول، كل الناس راح تحاربه، يعني ما راح يبقى شخص ما يحاربه يعني. ايه يعني راح يصير في دعم هائل من باقي الدول، مثل الخليج مثلا راح تدعم اي دوله مشان تسقطه يعني. وعلمك انت يعني اسلوب الجهاد واسلوب يعني هذا اسهل شغله عنده. صحيح. انا بصراحه برايي يعني هو الطبقه الواعيه، خلينا نقول، او الطبقه المثقفه هي تبدا تحكي، هي تبدا تظهر، هي تبدا وما يعني. وبصراحه يعني عم نشوف المثقفين الكبار مثلا بينتقدوا الدين، بينتقدوه مثل ما بيقولوا باشياء ناعمه ولا من بعيد لبعيد. خليكم يا جماعة، خليكم دايركت، خليكم يعني مباشرين بطرح الغلط وين. يعني الغلط بهالدين، هذا الدين خرافي، والدين انتهى وقته، الدين انتهى مفعوله، كان موجود بالقرون الوسطى وصالح للقرون الوسطى، ولكن بهالوقت هذا غير صالح. يعني من المستحيل انه ممكن تطبق الدين هذا في العصر هذا، يعني من المستحيل، غير الى اذا يعني دست على رؤوس الناس وكممت الافواه وخليت الناس ترجع لماضيها، يعني تعيش بالماضي، فهيك ممكن يعني، غير هيك ما اظن يعني. شو رايك انت؟ هلا انا رايي من رايك نفس الشيء يعني، بس كمان في فكره يعني هاي عم نواجهها كثير يعني، وكثير من الناس عم تطلع تقول لك اياها، انه عندك كوريا الشماليه مثلا اخي غير متدينين، وليك كيف عم بيعامل الشعب، وليك كيف عم بيعامل الناس والى اخره من الحكي هذا يعني. فهي الفكره بالديكتاتوريه اساسا يعني، الفكره بالاطماع الشخصيه وباطماع الانسان يعني. طول ما هو الانسان عنده خلفيه معينه سيئة جاي من البيئة اللي عاش فيها وجاي من المدارس اللي تعلم فيها، راح يطلع يعني شخص ديكتاتوري رجعي. ما فينا نسميه ديكتاتوري علماني للأسف يعني. فالفكرة الرئيسية هي العلمانية أخي، ما بدنا إلحاد، علمانية أخي، بس اسمح لأي إنسان يفكر على كيفه ويعيش على كيفه ويعمل اللي بده إياه يعني. فصل الدين عن الدولة، لا تحط دستور ديني بالدولة يعني. الدين ما له علاقة، حط دستور أخي بيضمن الكل وبيعدل مع الكل وبيعامل الكل بنفس الطريقة، حط دستور مع المرأة، ساوي المرأة بالرجل، حط دستور منع التحرش، إلى آخره من الحكي هذا يعني. يعني فيك تشوف الدول الرجعية، الدول الإسلامية، الدول المتدينة، كلها يعني نسب التحرش فيها أعلى نسب بالعالم يعني، نسب السرقات فيها أعلى نسب بالعالم يعني، نسب اللا أخلاقيات فيها أعلى نسب بالعالم. طيب ليش يعني؟ معناته الدين ما له علاقه بالاخلاق يعني. ليش بعدكم متمسكين انه الدين مصدر اخلاق؟ برايك نايف، يعني هلا الدين كيف بياثر على الاخلاق؟ هلا مثلا نحن جماعتنا ما شاء الله مثل ما بقولوا يعني كذب، نحن الاول يعني، خلينا نصب الاحتيال، نحن الاول يعني. برايك هلا خلينا ناخذ الكذب يعني، مجتمعنا كله متدين، مجتمعنا كله بيقول يعني الأغلبية الساحقة، أنا ما لن أعمم يعني طبعا، الأغلبية الساحقة تقول نحن متدينين، نحن أخلاقيين، نحن
وإذا بتيجي في أرض الواقع الأغلبية كذابين، الأغلبية نصابين، شو تأثير الدين هذا على أخلاق المجتمع يعني برأيك؟ كيف شو الأساس؟ هلق أهم فكرة وأكثر فكرة أساسية بالدين إنه بيعلمك إنه أي حدا خارج دينك هو حدا حلال تنصب عليه، هو حدا حلال تسرقه، هو حدا إلى آخره. والفكرة الثانية كمان إنه المجتمعات الدينية بتخلي الشعب عنده جائع، يعني بتخلي الشعب ناقصه شيء، ما بتعطيه كل شيء، يعني مو مثل الدول الأوروبية، الدول المتحضرة، الدول العلمانية، إنه أنت كإنسان بحاجة بيت تسكن فيه، بحاجة دخل شهري معين لتعيش منه، شيء طبيعي يكون عندك سيارة إلى آخره من الحكي. لا، الدول الدينية لازم تظل ناقصة لك شيء مشان أنت حتى ما تجرب تفكر بشغلات تانية، يعني تظلك تفكر باحتياجاتك كيف تحصل عليها. فهي هاي السبب الرئيسي، يعني شيء طبيعي واحد ما عنده مكان ينام فيه او ما معه مصاري يجيب اكل لاولاده يصير لا اخلاق، يصير حرامي. شيء طبيعي شعب مكبوت جنسيا يصير عنده تحرش. شيء طبيعي شعب ما عنده اخلاق، ما مربى بمدارس، ما في تعليم الزامي، ما في شيء من الحكي هاد، ما في سكن بس اقل تقدير يسكنوه فيه يكون مثلا مثل مصر، يعني نسبه السرقات تقريبا في كل اعلى نسبه بالعالم. صحيح للاسف الشديد، يعني وكل الدول اللي فيها جرائم اعلى نسب والنصب والاحتيال على نسب والشتائم والارهاب هي دولنا، يعني للاسف الشديد، وهي دولنا وهي مجتمعاتنا المنخبطه، والسبب الرئيسي الديني. يعني انا مثل ما قلت، انا ممكن اضيف يعني مثل ما بقولوا اسباب، يعني مثل خلينا نقول النصب والاحتيال والاشياء هي، يعني مثل ما قلت انت، يعني المسلم ينظر للاخر على اساس كل امواله غنيمه له، يعني تماما اذا سرق او ما في مشكله. والمشكله انه ضمن المجتمع الاسلامي كل مسلم يعني يكفر الاخرين، فيعتبر امواله اذا حتى نصب عليه بنصب عليه ما في مشكله، لانه هذا برايه هو انه خارج من المله، وكون مسلم مثله يعني مثل الشخص الثاني، بيصلي وبيصوم، وحتى إذا راد يكذب عليه بكذبة، فعنده حديث المعاريض وعنده التقية وعنده يعني عنده 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 وسائل حتى يعني يبرر مثل ما قلت يبرر أسلوبه هذا هلا قد، يعني إذا عندك إنسان أنت القدوة تبعه كاذب، يعني القدوة بالإسلام هي شيوخ الإسلام كلها يعني مستوى الكذب اللي عندهم لا يوصف. فشو متوقع يعني من الرعية تكون يعني؟ صحيح. طيب أخي نايف، أنا بتشكرك كثير لتواجدك معنا، ووصلنا الساعة، يعني أنا أظن حابب كمان طول على أصدقاء كمان، وبما أنه على الحلقة الأولى بالعودة، أنا أصدقائي يوم الأحد أكيد في معنا عنا حلقة مع نبينا سامي الذيب عن ابن رشد، وأظن راح تكون حلقة كثير مهمة، يعني أنا بتمنى أسمع رأي نبينا سامي الذيب بابن رشد، ونشوف ابن رشد مين كان، وشو رأي نبينا سامي الذيب فيه. طيب كلمة أخيرة بتحب تقولها أخي نايف بهاللقاء هذا، تفضل. حتى إذا كان طويل شوي، طول على قد ما بتقدر. هلا يعني هلا في كلمة أخيرة بدي أقولها، يعني للناس اللي بتفوت بتقول لك، أي حدا بتحكي له عنه بتفوت بتقول لك هذا ما بيمثل الإسلام، أنا حابب أوجه لهم بس كلمة بسيطة كتير وقل لهم إنه الناس اللي أنتوا عم تقولوا عنها ما بتعرف شو يعني إسلام، أو فهمان الدين غلط، أو الشخصيات اللي أنتوا عم تقولوا عنها ما بتمثل الإسلام، بيأسفني أقول لكم إنه هي أكثر شخصيات تمثل الإسلام. وإذا نرجع شوي بالتاريخ لورا بنلاقي إنه أغلب الجماعات المصنفة إرهاب عالمي مثل بوكر حرام، طالبان، جبهة النصرة، الهجرة والتكفير، داعش إلى آخره من المجموعات هاي، كلها ما في ولا أي رابط مشترك بيناتها غير الإسلام. فإذا أنت بوجهة نظرك أنه كل هاي الناس فهمان الإسلام غلط وأنت الوحيد اللي أنت فهمانه صح، فاسمح لي أقول لك أنه أنت ما بتعرف شيء، وبتمنى منك ترجع تراجع الإسلام وتشوفه، إذا عجبك خليك فيه، بس انت عرف كل شيء عنه، يعني اسال وعرف كل شيء عنه، وانا بتحداك يعجبك اساسا. وتحياتي للكل، واسفين على الاطاله، وشكرا كثير استاذ جان على البرنامج الرائع، ونتمنى نطلع معكم حلقات اخرى.
وبتمنى رأيك بالقناة تبعي كمان بالفيديوهات ورأي الجمهور. بكل تأكيد أنا أشجعك أخي نايف، وأشجع كل أصدقائنا أنه يعملوا يوتيوبات، يعملوا يكتبوا بقدر كل إنسان بقدر استطاعته. يعني نحن ما عم نقول كل إنسان مفروض، كل ملحد مفروض يعمل، ولكن إذا بتقدر لا تقصر. يعني نحن اليوم مثل ما بقولوا يعني إثبات وجود، نحن موجودين وصدقوني يعني إذا ما حكينا نحن خسرانين بالنهاية. صحيح، واللي ما بيقدر يعمل، يعني أحسن شغلة بالشبكات التواصل إن تقدر تعمل أكاونت مزيف، يعني فيك تعمل حساب مزيف مو باسمك وما بيخصك يعني، وتنشر الوعي عن طريقته. يعني بالنهاية ما حدا راكض على الشهرة يعني. بالضبط 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 أخي نايف، شكرا كثير أخي نايف لك، وشكرا كثير لكم أصدقائي، وأشوفكم بحلقة قادمة يوم الأحد مع نبينا سامي الدين. شكرا لكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء نايف، شكرا. إلى اللقاء.